ربما في حلقات سابقة تحدثنا عن أكتوبر الوردي، وأنه شهر أكتوبر ربما منظمة الصحة العالمية اختارت بداية شهر أكتوبر فرصة للتذكير بمرض سرطان الثدي وضرورة الالتفات لمواجهته. وتحدثنا أيضا، أفردنا بعض المساحات الحوارية للموضوع ده، ومن ضمن بعض تغطياتنا تحدثنا عن هذه المبادرة التي جاءت تحت عنوان ذراعي خط أحمر للفت الأنظار لخطورة مرضى السرطان والظروف الصحية اللي بيمروا بها. ندعوكم الآن لمتابعة هذا التقرير عن هذه المبادرة للتذكير بها وضرورة إلقاء الضوء عليها مرارا وتكرارا لأهميتها. مبادرة ذراعي خط أحمر احتضنها مستشفى بهية لرعاية ودعم مريضات سرطان الثدي. المبادرة طبعا بفكر حضراتكم أسستها دكتورة مها نور، ويمكن تحدثنا معها أيضا في حلقات سابقة. في دكتورة مها طبعا أسستها في محاولة منها لحماية المريضات من خطر استئصال الذراع، وذلك عن طريق أسويرة بتضعها المريضة حول معصمها. عموما هسيب حضراتكم مع تفاصيل أكثر حولين الموضوع ده في سياق هذا التقرير، وأرجو أن أنتم تلتفتوا إليه وتوعوا أيضا للناس بأهمية هذه المسألة. لا شك أنه يجب العناية الفائقة بمرضى سرطان الثدي، وبالأخص أولئك الذين تجاوزوا مرحلة المرض والعلاج. من هنا أتت مؤسسة بهية باحتفالية لإطلاق مبادرة ذراعي خط أحمر لحماية السيدات المصابات بسرطان الثدي من التعامل الطبي الخاطئ للذراعين. أولا، هي فكرة المبادرة في الأساس هي لحماية الذراع اللي تم استئصال الغدد الليمفاوية ناحيته علشان ما يحصلش ليه أي مضاعفات وما يحصلش مرض الليمفديما. فطبعا دي خطوة مهمة جدا سبيشالي لمحاربات سرطان الثدي. فهنا الأهمية إن واحدة تبقى مجربة قوي والموضوع ده ينتشر ويحصل، بقى إحنا موجودين هنا عشان نوعي أكبر قدر من السيدات، بما إن الموضوع يعني بعيد الشر عن كل الستات بس هو منتشر. فكرة بسيطة للغاية بدأت بسورة صغيرة مكتوب عليها ذراعي خط أحمر ترتديها بعض الفتيات كوسيلة إيضاح لحالتهم الصحية التي تحتاج حرصا في التعامل. جزء الطبيعية ده مهم جدا، يمكن أهم كمان من الإسورة نفسها. يعني إحنا لو ما وعيناش الناس مش هتفهم يعني إيه إسورة ذراعي خط أحمر. يعني إسورة ظريفة جدا، شكلها ظريف، تتعلق في الإيد، هتبقى في نوتيفيكيشن لكل المستشفيات يا جماعة في الطوارئ، حد دخل لكم معلق الإسورة لو سمحتوا ما تستعملوش الدراع ده تماما. الحمد لله النهاردة تقريبا احنا في 3000 إسورة خلصوا، كل محاربات بهية بنقول لهم بقى اللي عمل من 6 أشهر عمل من سنة لو سمحتوا توجهوا في أي وقت للمستشفى تستلموا الإسورة مجانا بالكامل. المبادرة تهدف لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى سرطان الثدي، إلى جانب توعية محاربات المرض وأسرهم بأهمية ارتداء الإسورة الخاصة بالحماية والتوعية. إذا كانت الوقاية خير من العلاج، لمبادرة ذراعي خط أحمر رأي آخر، وهو الحرص والحماية أفضل مرحلة بعد العلاج. رامي محمد مع الناس.